السلام عليكم، استكمل. آسف يعني صار قطاع بالتسجيل السابق. إذن صارت واضحة الفكرة عن second law of thermodynamics، وإذا عكسنا الجريان. الآن القانون الثاني أو المصطلح الثاني راح نستخدمه ما يسمى معامل أداء. حقيقة طلاب، معامل أداء يمكن مصطلح جديد قدامكم. الرديف مالته أو المتعلمين عليه إحنا دائما في المصطلح اسمه الإفشنسي، والإفشنسي هو الجين على الكوست او المحصول على المصروف او المستفيدين من عنده، desired output على input، الاوتبوت اللي نحصله على الانبوت. هنا مصطلح معامل الاداء اجى حقيقه، يعني الافشنسي هي عند تحويل الطاقه من شكل الى اخر، عند تحويل الطاقه من شكل الى اخر. اما في منظومه التثليج هي تقوم بنقل الطاقه من مكان الى اخر، تقوم بنقل الطاقة من مكان إلى آخر. شنو نقل الطاقة من مكان إلى آخر؟ نقل الطاقة من مكان إلى آخر يعني بالصيف شغلت جهاز تكييف، جهاز التبريد، داخل الغرفة قد درجة الحرارة؟ 25 أو 26 مئوي. برا مثل ما هسه الآن مثل تسمعون تسجيل هذا وتشوفون هذا الفيديو، برا درجة الحرارة 45 أو 42 أو توصل 50 مئوي. هاي درجة الحرارة من توصلها واحنا جا نسوي؟ ما زلنا ننقل حرارة من مكان مستودع بارد إلى مستودع ساخن، من غرفة باردة نسبيا 25 نسبة ل 50 طبعا باردة إلى مستودع ساخن. فإذا اللي نقوم به هو نقل حرارة، مو تحويل طاقة من شكل إلى آخر. هاي المفردة مفصل مهم جدا انتبه عليه. لذلك الافشنسي تلقيها عادة أقل من 100%. طبيعي مثلا الثيرمال افشنسي المحرك هو تقريبا 45% او 50% او 40%. ليش؟ لان تتحول طاقه من شكل الى اخر، لا يمكن تحول طاقه من شكل الى اخر بدون خسائر. اما بالتثليج فانا دا انقل حراره من مكان الى اخر، ما ادور الحراره، انا ما اسوي حراره من شكل يعني من لا شيء. وراح تتعلمون ان شاء الله بالمحاضرات القادمه شلون بدنا ننقل الحراره. فخليها الان افهم هذه الفقره، احفظها. هي انه العملية في منظومة التثليج هو نقل حرارة من مكان إلى آخر، وليس نقل حرارة من مكان إلى آخر وليس توليد حرارة. فلذلك إجا مصطلح هو معامل الأداء أو ما يسمى بالكوفيشنت أوف بيرفورمانس، هي الحرارة المستخلصة من المستودع البارد. يعني اللي حصلناه احنا، ايش حصلنا؟ ايش قد زلنا حرارة؟ الربح مالتنا بالمنظومة التكييفية هو ايش قد شال حرارة من الحيز؟ أنا غرفة أريد أبردها، الربح مالتي ايش قد شال حرارة؟ وعلى صافي مقسوما على صافي الطاقة المصروفة على الدورة اللي هو الوور. أنا جيت انطيت كهرباء، يعني جيت انطيت طاقة، وايش قد حولت حرارة للخارج؟ ايش قد حولت حرارة للخارج؟ فهذا يسمى coefficient of performance. هذا coefficient of performance، مصطلحها في اللغة الإنجليزية. الآن ندخل على طلاب دورة تثليج كارنو أو كارنو سايكل. كارنو سايكل هي الدورة المثالية لمحطة الطاقة، وماخذين تويل ستاد ليث في باور بلانتس، وماخذين ثرمودينامكس، وماخذين في عدة أماكن المفروض مطلعين عليها وتعرفون. دورة كارنو شو يقول؟ من 1 إلى 2 نرفع الضغط بالمضخة، من 2 إلى 3 نسخنه بالبويلر، من 3 إلى 4 وين نروح؟ بالتورباين. التورباين ها حصلنا شغل، من 4 إلى 1 صار بالمكثف على مدى نحوله. فهذا الإجراء نسميها كارنو سايكل. هذه مثالية. شو مثالية يا طلاب؟ مثالية يعني إذا مثلا دورة شغلناها بين T2 و T1، T2 T1 والكفاءة مالتها 60%، هل يمكن أن نصمم أي منظومة؟ طبعا هذا الطلاب بالمناسبة هو شنو هذا الدايجرام؟ تي اس دايجرام. تي اس دايجرام شغل شوي اسرب لكم اياه. التي اس دايجرام شو يقول؟ عندك درجه حراره 1، درجه حراره 2، ايش راح يصير؟ تصير من 1 إلى 2 انتقال الحراره بيناتهم، طاقه تكون اقل من 100%. هذه اقصى شيء ممكن نحصله، لا يمكن نحصل اكثر من عنده. الان راح انتقل للتسجيل الاخر اللي هو عكس دوره كارنوت سايكل. تسجيل قادم. السلام عليكم.